أدعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه الهجمات التي من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وإثارة صراع إقليمي، ونحن لا نريد أن نرى ذلك. بالطبع نحن ندين هذا الهجوم مع مصر والدول العربية بالمنطقة وجميع الدول المسؤولة. تركيا عبرت على لسان وزير خارجيتها عن التضامن مع لبنان ودعمه، وسوف يستمر تواصلنا مع مصر وكافة الأطراف للتهدئة ووقف الحرب في غزة ولبنان.